هلا يا اخي والله تسوي احسن والله كل شيء تسجيل دخول تسجيل دخول انا بسوي تسجيل خروج بس اخر يوم شو ابو سياف خذ السرير سوي دخول في الشيخ مطحس الكاركتر حقك المخيس هذه اقط معكم ايه كيف الكلام تاثر يعني يا شو اسمه كبير تسجيل دخول بالله عطني وش طلبتوا طلبنا صحن كبده بس عطنا شكشوكة يا منير ما في في المطبخ ما في؟ منير ما في بيض صح؟ في على كيفك في بيض ابو شرفها قال لي كيف في شكشوكة ابو خلاص هم اطلبوا كبدة صح؟ جيب لي شكشوكة في بيض عيون؟ في كل شيء والله تقول لي ما في بيض عيون تبي بيض عيون؟ انا كذا بيض عيون جيب بيض عيون جيب بيض عيون ثلاثة والله إلا جت أجراس الفراق صدقون يا شباب إن ما يبقى حين جوع اليوم الصباح ما عين شيء أكله منا مليان جايبين أكل الليل ما عين شيء جيت عينت ال شيك بعد شيك شيك يا ولد شيك ركز لا مسكت اي ركز لازم مسكت اي ركز طيب جيب لنا شطه بعد والله ضريت مرزوق يا مرزوق سوي البيض سريع تكفى يا انا اسحبها تقعد جنبي يا الشيخ مطحس هلا بيك الشيخ مطحس مكسور والله وجو يمسك في هذا بعد تفايت عليها شوي بجد الرجال شوف الحين من اللي يمسك الرئاسة؟ بيبي والله اسبوع حافل بال بالاشياء الجميله والله يشوف ما اتوقع ان في احد قد سوى مثل سلطان ولا احد يسوي والله دخوليات اقصد انا ما يهم انا اقصد الاسبوع كامل بيصير اسبوع كامل صدقني اذا مسكت الشيخه صدقني راح صدقني راح عليكم السلام السلام والله رد السلام يا اخي رد السلام 24 ساعة قبلك وقفت تسلم علينا الحين وقت الاكل يا اخي ورا نفسيتك اليوم بعدين حبيبي وراك اليوم مستعجل بالصلاة لا والله لا مستعجل بالصلاة مستعجل حرام عليك كل شيء مستعجل حرام عليك ها والله حرام عليك مش حرام عليك صلاة الظهر تدري الإقامة طولت فيها المفروض اني اقيم بس اني جالس مزيان الإقامة قعدت فوق زي حق امس فوق المفروض تقيم لا ها طولت 8 دقايق 8 دقايق طب بالصلاة وراك حتى الصلاة ماشي طبالي والله من كثر ما هو بطيء ها حتى الصلاة والله العظيم انه ايش من كثر ما بطيني ملخبط وبصراحه حبيبي اللي انا قومتك انا اذنت انت لسه الحين ما ولا انا قومتك وين رحت اختفيت انا ايه انت يوم انك ما شطفت من عندي قلت لك اذنت قلت لي كنت على طول رحت اغسل واتوضى بعدين بعدين لبست هذا وضوء يا ولد انت خلصت قبلي من الوضوء ودخلت المسجد انا قبلك انا قومك هم نايمين والله الوكاد من اللي لعب شعرك يا سلطان؟ ما حد لعب فيه ها؟ انا بيك يا بصر انت ايش؟ مليت انا كل شيء كذا من مليت انت كاسف كل شوي ها؟ مليت انت كاسف كل شوي كمل سالفتك يا غازي معليش قطعناك خلصنا السالفه لا والله تكمل جيب سالفه غيره طيب وين سويت اصلا؟ كل الشيوخ اللي صاروا شيوخ ما سووا شيء بالاسبوع بس تسجيل الدخول سلطان سواها تسجيل الدخول ووزع الالبس سلطان حظه مبروك انا اتكلم عن الحظ يعني شوف كل يوم مفاجآت وناس وطلب لا لا بعيد عن انا اللي هو يسوي يا شيخ ايش يسوي؟ محسن روح الاداره روح على الاداره فهمت ليه؟ سوي لي جدول كذا في القدام دام السلاطين سوي لي فريق هذا كذا هذا كله لا سوي لي ما في يا رجال لو حتى في الريالتي بس كذا في عادي لا لا يعني مثلا محسن سوى السهرات هذيك يعني شوف من دون قصور في الشيوخ اللي خلوا الشيخه يعني الايام اللي راحت قصدي اول اسابيع اللي راحت سلطان صراحه شيخته كانت استثنائيه انا بسالك لو انت صرت شيخ انت مالك شهاده لانك منظف حلو والله جيب العيون اليوم سواه طيب قبله ضبطني محسن تركي ها ترى انا ثاني اسبوع موظف اي
كنت ما ادري كيف مناقشه غازي ترى ثاني اسبوع موظف واسال عني الشيخ اللي قبل موظف من خلف الكواليس انا اوظفك اذا اخذت الاسبوع الجاي والله تشرف انا والله صراحه ما اشوف اي شيء في 80 يا ظالم ما اشوف فيك حماس للشغل اول شيء من الناس القليلين الرصيد يعني الناس اللي يستحقون انا ما عندي ما عندي هالقاعده هذه نفس الاساس ترين من الناس اللي يعني في العمل عمل 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 ما عندي كذا كذا عنده صرت شيخ ايش تسوي اول شيء بدخل دخول متواضع جدا حلو ثاني شيء امور كثيره ما ابغى اقولها عشان ما حد ياخذها علي لكن عندي افكار جهنميه ما في متسابق مره على زد رصيدك من واحد لسبعه سواها انت ماخذ الشيخ لين تدخل برايم ادخل برايم يا والله والله صحيح صحيح والله كبر مستحيل اصير شيخ لين خلاص تسوي لك شغله بعيد عني ادخل برايم انت الحين انا بيني وبينك عشان يزيد ادخل برايم الله يخليك ادخلك برايم انا لا يا حبيبي الخطه خطه اني ادخل برايم اخلي رصيدي قليل لين هو يدخلني برايم اما اني اجيب العيد مثلك وادخل برايم اسمعني عشان يصير الخفي عندي هذا الطول ادخلك لو تبي اليوم انت والله الرجال متحمس ادخلك اليوم ترجع هاي كذا شرك بكيف هاي كذا شرك شوف 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 غازي شوف من كان يتوقع ان هالمخلوق بيصير شيخ قريه ممكن شوف الحين هو انا وياه بيني وبين المنافس من يتوقع حتى انت يا هذا المخلوق بتصير شيخ انا اتوقع مني كل شيء لا لا في واحد يسوي تسجيل دخول بس لا يا حبيبي لا 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 حبيبي قالها غير قبل لا لا يا حبيبي هذا غيري انا غازي يا حبيبي هنا ايش بتسوي يا غازي التليفون علمنا اول شيء تسجيل الدخول كيف بيكون فانت تسجيل الدخول خلاص تسجيل الدخول مهم تسجيل الدخول قد ما يهمني اسبوع كامل ايش بسوي فيه الله عليك صح هذا الصح هذا الصح عشان تعرف اني انا ما خويت ولا دخلت واحد برايم الا لازم يدخل نفسه في كل موضوع يعني مو انت ما خويت ولا دخلت ما نكب غازي والله لا ما نكب والله ما تحمل تقول غازي من وجه النكبه حقكم علي تقول والله العظيم تقول تقول اقول حتى منك باتمان غازي بتوظف علي انا حاسب على حسب على حسب والله ترى بيقردك انت وشيختك اوريك الزبده لا بغيت واحد يرتب لك القريه يرسم امورها وظلمني ها لا بغيت احد يرتب القريه وامورها رتبني عطني خبر تدري انا جزء من التخطيطات اللي في بالي بدل ما تصير القريه نظيفه بخلي القريه وسخه واي واحد ينظف خصم كذا اوفر والله اني احس انك تنحط لك 3000 وانت تسعى لا لا اموره طيبه بيدخل شيخ وبيطلع الاسبوع بعده ابراج انا لو اصير شيخ بوظفكم بالغصب وما اعطيكم رصيد والله موظف كلنا بعد انت اثر واحد اعطيك 10 ريال يلا ما حد يقبل ما حد بيجي لا غصب عنك لازم لا انا بقول لازم خلال اسبوع خلال اسبوع والله بيبغى مو دقه يعني بس انا طلعت 500 بس ما ادري لحد الحين هم طلعت خلاص صاحب عليك عليكم السلام وعليكم السلام تبي تفطر غلطان الله لا والله جيت اصور هنا بالضروره طلعت البيض لك اي والله بفطر من وياك انا طالب لك غيره طيب انا طالب طالب لك غيره تقول لي حقك يا ابو تفطر معنا يا جابر ما بس بلا لا تبغون اجيب فطوري معكم من القبه سوا والله على وجه جوا اي شيء تحطوا اي شيء لا لا كله خلاص وانا يوم دخلت تو ما حد تصدق والله ما حد عزمني قال لي خالد افطر لازم والله ما حد عزمك والله لازم والله لا صار لنا 60 يوم مشغول العزيمه اه قيم مشغول انا مشغول خليك لا يوم جبنا لا 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 الاخ متكبر والله دقيقه اي والله خلاص والله خالد صار لنا 60 يوم الحين تحتاج العزيمه قولوا يا عيال شباب تفضل لا لا مو كذا مو كذا من يرجع في الرياضه يعني لو جبر خاطر خليك لا تاكل لا لا الله انكم صراحه لا انا لازم يا اخي سبحان الله دائما يوم السبت تغير النفوس سبحان الله والله ان نفوسكم تغير الواحد بيطلع يا والله كل اللي بونا صح ادري نفسك متغيره ها انا ها حبيبي انا طبعا كلمت نادي الاستاذ ام محمد مش راضي هو الشباب انا يعجبني كلام خلاص عارفين الوضع 60 يوم ابقى جيت انا متيت لقيت هذا وكلت يا اخوي احنا ما عندنا رسميات يا اخوي مره جيت دخلت وافطرت مع واحد وليتي ما افطرت معه من هو والله يستر عليه يوم جيت افطرت قال يا اخوي هذا حق اثنين ما يكفي ثلاثة لا إله إلا الله قلت يا أخوي طيب في القرية أنت تستحي لا أنا ما أستحي بس يا أخي بعض الكلمات تجرح
والله ما والله ما عندي فيه. تدري وش ضايق؟ والله ان اكل الصحن ويجي تحت والله هو يضايق. ابوي يقول شيئين اذا عزمك رجال يقول ابوي اذا عزمك رجال ويحبك وكلت كان زادك في روح لا لا واذا كليت وهم يحبك كانك تنقر عيونك كانك ايش؟ تنقر عيونك لا 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 هنا هنا ابو حصه تعال يا ابو وجهك يا ابو جينا مقلقل للحين اوه كيف حالك يا مرزوق؟ لا عاد تمشي معه ها؟ بنجيك بنجيك لا عاد تمشي معه يا منير منير يا خلود مع الخير وش عندك؟ طلبت لحم تبغى كبده؟ شكشوكه ها؟ ايه شكشوكه عطني شكشوكه حبيبي انت سيارة اهلا بخير مجانا اول مره يحصل معنا واحلى مقلقل بخير يا محلات واحلى شاهي قد ورد من امس اول مره محمد مطير اثنين شاهي بارد من البارح يا سلام يا سلام لا هذه عجبت والله ما والله ما انا ما ادري شو وضعي تبون مرجوك جاني علمك البارح والله دخلت على عبد الرحمن اليماني البارح والله اي والله والله اقعد اسولف معه واسولف معه واغير نفسيته اقسم بالله البارح انا اشترك فل البارح انا اضحك وبستانس والله اي والله فين؟ ايه 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 جيت ومقرن عنده خربتها مع همدان وريان لا ابن ما يجينا وناصر ليه؟ عشان يضحك هو والله العظيم انهم قال تكفى تجيني تبشر بالعيون ايش قال؟ يقول تكفى تجيني لا الرجال كان بيروح عرفت؟ وضحت له روحته ما بترجع ميت ولا وهم ظروفهم صعبه وكذا. الله يشفيه. ابو هاجر ارحب. ايش علوم؟ رايح؟ العلوم والله اني مشتهي الفطور. لكن الله قدر وسوينا شيء اليوم. وبنشوف التجربة الليل خبز وماء اي والله انت جاتك النصيحة اللي جات؟ تعرف ابو عوف خبز وماء والله ابغى اشوف ايش فيه لابس في اليوم ايش فيه والله نعم جابر شوف اللي يقول لك خبز طالب مني طالب من خالد حاجات تبغون تعطونا عيشة من عندكم شيء؟ شوف خلاص قدموا السبت يقول لحد لا تعطونهم شيء قال لك انا قبل شوي ما تفهمش بنغلاديش ها؟ ها؟ بنغلاديش محمد عظيم تياليه ما في خوف محمد عظيم لبينا لا لبى كبده يقول لبى كبده يقول لك جابر كان يكتب الدرس في المسجد وكاتب القلقله قال المقلقل يروح التميز بياخذ الخبز بيودي المسجد يكتب على الصبوره الله يسلم جزمه محمد رضيم جابر سوى درس الله يرحمك يا المسجد كتبت القلقلة انت يا قدر الباب راح اجيب خبز تميز بيحسب قب قلقل شوف بس الله وجهك ذمت انك قباب شقن دم مزبراني قال الله يرحمك اكرم الله يرحمك سمعتوا عليس اي قبندي حتى سلمت عليه في الاجابه والله كلها حلوه ابو حول من والله يرحمك لا ما هو اللي بتسالني انا مسالفتك والله يرحمك قبل شوي تقول الله يرحمك تعلمنا بسالفه واحد من الله
واحد خلي تروح مع اخوات. بالله يا عيال حاولوا تستفيدون مني بالله بما اني موجود. قبل لا تروح. بس بس والله معاهدني ذا على شيء. قاعين هذا. ترى 18 ساعة والله لو يصير شيء لا اخربها معه. ايش 18 ساعة؟ جابر بدأت اخاف منك. في عهود ومواثيق وفي شو الاخبار؟ تاخذ عليه عهد انه ما ياكل. ما قام؟ شاف؟ يا محمد بن شخيل وين راح ذا الرجال؟ يشمل العقل. يلا خذه ويستر عليه. ما قال خمسة احد قال وين يسهل امرك؟ ها؟ ما حد عرفني. انا ما حد يبغيني انا ما يا اخي الله يا محمد بن شخيل حطوا ما عاد يدريش يا ولد سكره ليش سكرتوا ذي؟ خلونا نمارس الموهبة. كان كل شيء طين ونال ذا كان كلها. وذا الحين؟ الحين سكرنا وكلها جينا ذي. يلا راح وجيكم. جاز ينشر الله شو اسمه من مسيّر ها؟ شغل على بس. متمكن. بعطيه سالفة لقيت الرجال منفس نفسية متى؟ هو هناك قال يا أخوي أنا تعبان نفسيا وأنا عندي أمسك مخمة مرجم به الركب قال أنا طفشان ودخل هناك وأبو سياف خلاص ما أرضاك ومنطيح أنا وياه على قدور هناك وأرجع قلت ها كيف قال زي ما هي قلت والله ما تدخل لي نلعب بالسل 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 قال يلا بس مني بشويش طم طم انا وخر انا وخر تعال يا محمد كبال هذا لك ها يا ريجي يا الربع وسلطان ما بدأك اذا عاد لي قدر عندك تجي تاكل معنا انت ولا نشامه والله انه واجد اي والله انا واجد تعال الله يحييك كبده وشكشوكه هذا وش اللي انتو ايش قاعد هذا وش اللي ابيض فحم فحم لا لا هذا بيض بالجبن تعال والله نجي علي تعال يا علي جابر والله ما داخل ما طلب شكشوكه العالم كلهم ترى يوصون على خلاص طيب شباب ترى في شكوكه بتجي الحين ايه لا تكثرون في شكوكه بتجي الحين تعال 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 طيب اقعد كل الكبده اللي انت تجي جابر العالم كلهم يوصون على علي شباب انت بوليده ما يحتاج يوصوننا على ابو خالد ما يدرون هذا تذكر صح؟ ما يدرون انه منبع للجريمه في القريه لا ترى عقل يا رجل عقب الطيحه يبغى ياخذ شو على كارديال ذاك الليل اه يا حي ضحكتك الحين اضافت في المقطع الامس انا هو اللي وافر والله الرجل اللي ما قد شفته الا يضحك جابر منو دخلت عليه بالمستشفى امس جابر
يلا وين كنت؟ تعال جابر والله واجد هنا. وين كنت؟ فين؟ فين الله لا يحييك الله لا يحييك. هاي ضحكتنا. ها؟ جابر؟ ما شاء الله عليك. عشان ما تقول ما ضحك. جابر أحسن أحسن حالاته تشوفه في التابوت. درب السلامة. أثر طاعة كيف يسبحوا؟ بالله ما أبغى ينطق راسه. متى؟ حمر. مزرق. مخضر. أحسن أحسن تابوت شفته عند سلطان. والله؟ اللي تبي. سلطان سلطان هذا يسمونها لحشه. شكشوكه باللحشه. هذا صار التمرين. ربع الجبن ينحط على البيض العيون ما ينحط على الشكشوكه. اقول في القريه هنا ينحط على على اقول لقيت ناس يكون غترهم بجبن، ايش رايك؟ ها؟ يحط جبن ويكوي غترته. يحط هامريتو. هنا يجوز اي شيء. اعوذ بالله. صدق. يعني لو لو تدري انت يا شباب هذا طبخه صغير من فيصل الخلطات اللي تصير بعد البث ما تاكل ابد كل. والله اذا بغيت يوم يا منير والله حلو قرب اذا بغيت يوم يسوي لنا منير ادام حديدي تعرفونه يسوي لنا برجر برجر ما اقول لك ليلة يا رجال كله زيوت الولد عطاه زيوت منير عطاه طحينه لابو حصه لابو حور برجرهم حلو يا اخي لا بحور تبي طحين طحينه طيب رئيس تدري ان الوحيد اللي ترفعنا قال ايش اللي يرفع نفسيتك ايه قلت الطحينيه من منو واحد سالني خالد حاف المطبخ خالد حاف صدق يا اخي تقلب نفسيتي يا وامرض تدري ان ابوي نزلني من الديره وانا كليت طحينيه بالغلط اني قشعت الديكور حق السياره اعوذ بالله اي والله والله هي مساكت حقت الباب اللي حق حقت البيت الله يرحم جدتي جدتي شايعه ام ابوي اسمه شوف الاسم شايعه لا الموت ياخذ كل نفس لذيذه ذكرها بالموت واعظ ودليل الله اكبر الله جابر واقف مثل الاعمده ويبغى ياكل لكن استحى لا يفي ابو حور ياكل مثل المعزه الله لا يحييه من هذا اللي مرانا اللي في القناه فرقه الصباح اتمنى انهم يستلمون معنا الى الليل رايقين يا والله فله والله يا عيال ما بحد يرقد اليوم فله 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 يا عيال طقها طقها فله وبوقي خير ما خلينا وصلنا ما نام كفو هذا ما ينام كفو هذا اللي نبغاه هذا ينام ينام على اجنحه الطير تشوف انت اقول لك هذا الوصف من هند جيبه ينام على اجنحه الطير يطلع على الجبال والسفور والله والله يا نيستانس يوم شفت الشباب ما شاء الله مجتمعين صلاه الظهر لا مسجد هذا اللي انا احثهم عليه دايم الله يجزيك هذا اللي انا انصح وترى ما يخره في صلاه ترى ما يخره في صلاه دوبك يا ابو شخ يقتدوبك ما يخره في صلاه الظهر الا انه يجهزهم هناك ويطلقهم من المسجد يقومهم يلبسهم وتاخر عليه الصلاه الله يقومهم يلبسهم وكذا ها هذا حلو ملك الريالتي والله شيء الله الله يذكره بالخير الله يا ملك الريالتي الثوب ثوب حتى يصل والقلم قلمه الغطاء حقته والله ما اعرف كان الغطاء حقته ولا لا بس غطيته ما حصلته للحين الله يسر الامور ان شاء الله هني في القريه ما هو بس ترى كله في القريه كل واحد ماخذ اغراض ثانيه ايوه ما تخاف الله تاكل بيسار تحمد الرجال الرجال تعود كل شيء كل شيء تحمد الله كذا كذا عشان لا جاك حد في جلسه ما تبغى كذا 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 يلا تعال يلا يلا شباب ترياكم بيت الحكمه يلا الله يستر ان شاء الله هذا اكثر يده يده كلام عادي لا خلاص تقولون يا رجال هو جالب ولد عم الحلافي وظيفته ولا حد دق عليه ولا شيء الله يرزق سهل يا اخي ما توظف على يدك توظف بحوق تطلع من البرنامج ما شاء الله ان الله يوظف اسمع تدري ايش قلت له اقول له كذا الابكم اللي جانا يقرب الحلافي قلت كذا قال ماشي حصور ما تشتفطر الله عينه ها قلت له اقول لك قلت له ها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عندنا صلحه اجيب لك شاهد اجيب لك لو ما في اجيب لك
سديت قلبك يا حبيبي. قال لي محل احط فيه ذا الجبن. الجبن حطه على خبزه. لا لا شوف طبخه امس ضاعت ولا كانت حلوه. ها؟ لا ما ضبطت. والله؟ انت؟ تمام. زينه. من؟ ها؟ من سواها؟ انت سويها. تبغى لك شيك شيء. ها؟ شيك ايش دخل؟ مر على فيصل يقول تبي لك شيك ولا شفت القصر حقه وين؟ في اليوتيوب. قصر؟ بس اسمح لي مستعجل. عطى عطى كاسه جسم. تو مال ابو منير. منير في عصير. يلا انت حياكم الرابع. ابيض. يلا اليوم فلة ونواسف الهنقر. يلا فلة عشان واحد بيطلع ذا اليوم. هلا. يا شباب ايش نسوي؟ الحالة من توقع يطلعوا؟ يمكن انا اطلع اليوم. والله؟ ما نعرفنا. انا اتوقع محمد بن خير. لماذا؟ الله يستر. الله يعين بس سلموا القرية كلها ما شاء الله. سمح دربه. محمد بن خير اكيد ابراهيم. لا ان شاء الله. لا ان شاء الله. منطقيا ان شاء الله ما ادخل ابراهيم. منطقيا انت ابراهيم. منطقيا رجعنا للمنطق. منطقيا ابراهيم. ليه؟ ابراهيم. حتى لو كان اعلى شخص رصيد. ليه؟ الرجل الخفي هذا عنده خفي صدق. خفي عنده كبر بيت الشعر. انت يا ابو سياس. ابو سياس. كبده. شكرا. انا برد الجو. بنسمي بنش خير من الحين عاشق الريلتي. ايه. لا اذا طلع في اللومينير. اللومينير. ايوه. بيسوون له هنا زي طلب. امي خير اول مره تعيش الاجواء الظهريه. شوف ابو خير ان طلعت ان ودعت. شوف هذا. هذا مثل الكوارث الطبيعيه اللي تصير في الارض. ايه. طيب استمر. استمر استمر في كشف الجبهة. استمر في الكنس في السجد. لا سؤال يا أخي لا وش. لا وين. إيش تعرف. شوف متى المباراة. قبل أمس. أوه ما أدري. عايش ال. ريلتي كله. اسمع أبو خير إن طلعت ها لك وعد منه يعني طلعت ودعت طلعت برا القرية. مو ببراي. لك وعد مننا أن نذكرك بلبة. هذا واحد. اثنين نبني لك تمثال من الحطب عند بيت الشعب. هذا صنم هذا. لا يعني انت بتاع عشان تذكره. صنم الله يكون شره. ما يجوز. ما يجوز صنم. وش هالحط طيب نبي نذكر. ابو حصه ايش فيك علي ابو حصه اليوم؟ اي شيء ما ضدي. نرسم له لا لا بنحط ابو حصه. لا بنحط له لوحه مكتوب فيها نفداك. نفداك. ذكرنا. او ابن عارج. ها؟ اقول يا زينه كبده خليها المعروف. خليه ينفعك جابر. نجرب عليك يا الحبيب. ابو خليه ينفعك جابر. ما يرمى لو هذا مره واحده كان صمت. لا لا اجر و التجربه فيها شيء ثاني. والله قال لي الدكتور انت ما تاكل. اني اكل والله ما بقي شيء. كل فيتامينات. تدري ايش اللي فيه؟ مكمل غذائي. لا هو ياكل نار معدته حويصلي. ما تاخذ شيء. صدق ما في الا راس معده هو اصلا. هي راس معده بس. اما اذا شيء امتلت على طول. محصل. اما الله يطول عمرها. الله يطول. والله انا موصيتني في زد فرصتك يوم كلمها وانا عنده اعطاني التليفون. والله انا توصيت تقول خله ياكل. الله ليش؟ الله الله فيه خله ياكل. ياكل. اي والله. انا اذا ما في حد يجريني ادق اليوم كامل. معناته انه واضح حتى عندها لانه ما ياكل. ما ياكل. يا رجال متزوج عنده بنات. وين وين توصي عليه؟ شقه. يا رب. اي والله انا توصي عليه. شوف له. قول يا بنت خير الله الله فيها خليه ياكل. خليك تبارك. لذلك بعض الناس اذا تزوج وكذا ما يتكبر. يعتقد انه خلاص انتهى. قد معي بيت وقاعد يمهاي. انا ادق عليه اليوم اربع ثلاث مرات خمس مرات. باب شبيع الشيعة عجب عرفت شو لا 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 وراه كارثة علي خبر والله يا شكله والله يا شكله وراه قال اسمع قال ابو فجر
انا الموازين دي قال الموازين كذا الحركه بفجر هذه هذه معناته في مصيبه في مصيبه طبعا اذا قال كذا باليسار يعني ابو كاتب كذا ابراهيم الله يسلمك كلش الا جابر انا اتوقع انه يموت اختناق يموت اختناق في عند مغبة القرية خلاص عشان مرة ثانية معت يعني أنت جرحتني تبقى بتسابق تبقى بتسابق تبقى بتسابق ما يربط يمك إلا مسابقة أدخل في المسابقة ولا بيك إلا مسابقة أمسح جوالك يا شباب أنت بداخل التابوت داخل التابوت شوف حيلك يا شباب أدعس أدعس ويطلع يوم يوم يقول أنت داخل التابوت فوقك هم مغمضين كلهم ايش انا رجع اقول لك بلاش خير قاعد اسوي تمرين بلاش خير عنده تابوت مطاطي الله يستر امرك عرفت قاعد اسراب ذيابي غازي ذيابي هذه حلوه وين غازي هذه يا زتلي يا زتلك يا زتلي أنا أتوقع غازي إنه ينشر حمام السلام في جدة وفي مكة وفي ذكرى رجل رجل إذا ما هو يا ولد طول الخط ويقول كذا في الذباب الذباب اللي على حده لا الذباب ده عين يروح موجه خلاص أكبر ذبحني يعجبني إذا دخل إذا دخل عينه معه قضية ما أدري شو ترى بسيطة لكن قضية في رأسه والله ما ادري اي والله 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 ما ادري بحور بحور يا اخي مجرم ذا بالتشبيه بحور لما قاطع الاذاق قبل لا تقيمه كيف كان يصيح؟ نعم هو غاز ذيابي لما كان يصيح هذاك وقت ابراهيم وقت خروج سيف قال والام وقال لا لا بقى حفظ خال خلاص يا اخوي امك في الرنجة يا مرحبا والله تكفى لو ان لو ان لو ان هنقعر هنا طرق لو ناخذ به لفه هذا انت كان سنوش هناك سنوش بيفكوا على لفه استغفر الله خلاص تكفى يا ابو ويطحن فوق الله له على صالح المهم يا رجال انا ابغى واحد يدخل تويتر له بفلوس ان كان انه لبس القبوع ذاك يعطيني خبر بس بتسوي بالله يرجع هنا نسوي له اعاده تاهيل ابو حصه ابو حصه كيف كان لما جات امه الله والله والله من الرزانه والله من العقل بغى يدخل في الشاشه اللي هنا 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 والله لا قال لا لا ابو حصه هذا مقلب ترى مقلب قلت له جايدي ترى مقلب مقلب والله نتغير وجه يوم قال هذا مقلب اوه بعدين قال له لا لا صدق صدق ينصدينك يا شيخ كيف كان؟ لا لا يوم يوم قال مقلب قال كان في خاطره لا هو كان بيسويها بس تذكر المشهد انا مين قال اني نقول مالو انت لايف ابو حور هذاك اللي يطلع من تحت الزولية افضل افضل ابو خليفه والله الحمد لله وراك برايم وين يوخر زولية القفاري كيف تكلم مع اخوه؟ كما انا ودين جماعه انه يكلمه يقول انك ولدي انا غير عذاب لي ولا بكى غدا غدا في الرسكله وش هذا؟ هذا ما يتابع رسوم الحركه هذا لا من يوم ولده هازم الرعد اما جابر من يوم اما جابر من يوم طلع من بطن امه الشيخ ها جابر جابر من يوم ولد لا لا كذا كذا اه وطح يا رقص اول ما طلع من بطن امه قال سلام لا والله يا دوس سلام والله ما الحركه دي ناكم يا شيخ بس ما بيقول واحد اثنين ثلاثه لا خلص زين بس ابو حور انت تقول حياتك ما بكيت لا زين لما ولدوك بكيت لا والله اني بكيت والله على جدي جدتي اي والله جدك سعيد وخالي وخالتي ما هو بكاء بكاء داخل لا لا حزن بس الفقد ولا الموت ترى حق بس بامانه يا ابو فرد البكاء الداخلي عندك
هذه الذروة. أما ذا ما شاء الله عليه كله عنده ريلتي وضع شبابي. اللهم لك الحمد. الله ييسر أمرك أنت. وش رأيك؟ وش رأيك يا أبو؟ وش رأيك؟ أقدح يا شيخ. محمد المطيري لما بكيف نمنيح الهلاك ما بكيت كان شوي بيب كسر والكسر في رجلي علي كل شكور قلت دمعة ثانية هذا بكيسة الله يا السلام. لا صدق ضرب السلام مفاجأة يا مغني. خذت قلبي لازم شو عتح وش بقى قلي جابر والله أنا جابك صح هذا الإحساس وش علمكم يا مسكين انت هو أكثر إحساس قسم بالله أنك أكثر إحساس يا خال سمي قلبي بالله ما تطلع من هنا لين تغني شينك والله يا اخي والله صدق والله اقول والحمد لله اللي اعطاك اوتار اللهم لك الحمد والحمد لله اللي اعطاك حنجره ذا عود حلو اضحك ما انت والله حلو البيضه اللي يبغى اخي يختبر صوته البيضه هذه اللي يبغى يختبر صوته معي معي والله تسع واحد اثنين ثلاث بحور يلا أكثر واحد يجيب طبقة أكثر واحد يجيب طبقة من تحت إلى فوق يلا أبدأ أنت فوق ما تنزل لا تراك تجيب بحور تجيب كم يلا عندك لا توفق ايش الصوت ذا يبا 10 انا اليوم صوتي مروح ترى امس واليوم في ميزة جابر اذا غنى لازم الراس يا هل المعروف وهدونا سلام عروق ابو حور قالوا كلها اللي طلع مني يا هل المعروف وهدونا والعيال وحده تغمض الله بدايه بدايه ها الله لا يحييك ادركت سبسبي والله نزل لا زو زو مره لا لا والراس والله عجيب لازم هني في هذه الاسماء يا هلا الوجه خلاص راح فيها زين قال احد يقلدك زين يتحسب والله العظيم انك ضابط الدور يا ولد عطني قلم خلينا نوقع مع الرياجيل والله العظيم شوف شكلها ابي امسحها من كلهم كتبوا فيها هلا ابو هلا انا ما كذب تبا قلب ايوه قال بجدار مو بجبس ده شو وضعك انت انا ابغى مطعم تبوله في التور يا رجال انا حلمت حلم من شيني يا رجال واحد المحترم قلت الحمد لله سلامتك شوف حلمت حلم من الله لا يحزنك ان شاء الله امين شوف حلمت اما لا الرجال يجيه غرغريته في ايده يقصونها مع الكتف انتبه اي بالله من متى؟ يمكن من حوالي يمكن 10 ايام ولا شوف اللي هذا الكسر محبتنا الله متى جاءت امك متى محبتنا حمانا قبل 10 ايام كذا قبل يومين 10 ايام يا اخوي ها قبل امس صح سلطان لا لا امزح انت نسوي لك يوم الاربعاء تحاليل انت عندك اليوم يا مغازي يقول الحلم الحلف الحلم انا حلمت محمد المطيري والله العظيم حلمته في مساحه الجامعه قالت لي ترى طيب ان شاء الله طيب ان شاء الله طيب بنتخرج وفي شيء صار حلم خرافات ولا رؤيا والله صدق والله طيب بعلمك حاجه في الحلم ان كان الحلم بعد الساعه 12
لا ابشرك الحلم بعد صلاه المغرب بعد ما نمت. اذا كان هذا اضغاث. لا 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 احلام يسمونها صح. هذا اضغاث احلام. بلا بلا وصادق. والله من بعد 12 الليل الى الفجر هذه هي الاحلام الذروه حقت القضايا والجرائم والعلوم الغامضه. ها؟ روح. حلمت يبكي يبكي ويقول انا ما قلت لي بعد الفجر تو تقول لي بعد الفجر. انا ابكي يا مان. هو حلمت يقول تخصصت كهرباء. ابو محمد. وانا تخصصت ميكانيك. طالع كهربائي ابو فجر. والله طلع على حقيقته. والله طلع على حقيقته ابو فجر. لا يا سباك. المسعف يا ولد. كان يشوفك وانت تلتمس في السقف. عازي ديابك اليوم. يقول اختي الله يخليه لك ان شاء الله. امين. يقول اختي عنده ولد صغير ما انا ما فهمت الحلم زين لكن فاهم معناه. حلمت الوكاد. بالولد هذا. يوم فسرت الحلم قال هالولد هذا يبي يشوف علامات الساعة. قلت الله لا يحيي كم عمره الحين؟ قال فهمت وسطه. والله لا يوفقك. الله يوفقك. هذا مفسر هذا مفسر. قال فهمت وسطه الحين. فسر الله يكفي نشر. عادي واذا شاف علامات الساعة. انت الحين انت شايف علامات الساعة انت. في علامات ساعة. انت علامات الساعة شايفها. وش هي؟ تطاول في البنيان يعني البدو اللي كانوا نقاره عمود قد معهم بيوت وقد معهم حصون طبعا لا طيب تطاول العب الامه مؤامتها شوف يا حبيبي بحيره الطبريه بدات طلعت باقي الكبرى هي خلاص بحيره الطبريه وين هذه لا لا بس نبي العلامات اللي يقول شو الامه تقدم مؤامتها ها شلون الامه بيسان يا اخوي هذا اول مره اسمعها شلون شلون والله ما اعلم لكن يعني سام عن الحاله اللي يقول لها جاء الحوار تطور في البنيان يا اخو تطور في البنيان طيب والامة تخدم امتها ما ادري عرفت والله اني صار اسمع اسمع ايوه يا اخوي والله ما ادري معناها بس عشان يذكرها اسم غيرها انت شايف ان الامة تخدم امتها اي والله يقولونه وش طيب الامة ان شغاله ولا ها ما ادري انا نزل ولا نزل لا انا سمعت الأمة تخدم ربتها ربتها طيب انت شفت تطاول في البنيان كسوف القمر ما ادري كسوف القمر وكسوف القمر لا ما ادري بالضبط يا ولد العلامات الصغرى يا شباب علامات الصغرى اللي نزل على الدجال هي ها يا رجال علامات الصغرى وش هي؟ علامات الصغرى الله لا يحيي انت يا جابر مسوي لنا وكل يوم تعطينا حديث يا اخي قشر اللي فاهم سني فاهم يسوي فاهم سوي فاهم اي هذا هو ادخل في الموضوع والله اني متذكرها لكن وش العلامات اللي شفتها؟ ترى اول واحد تطاول بالبنيان قلت طيب الثانيه قال الامة تخدم امتها قلت طيب ايش معناتها؟ قال والله ما ادري ايش معناتها صدق لكن اعرف انها كذا ضحور ولا لا بالله عطنا الصغرى قلت وش يا لعبتك ما اعرف انت شفت انت لعبتك يا ولد طيب وش قال ما ادري وش ولد ترى كثيره مو قليله علامات الصغرى في بعضها احاديث ضعيفه في انتشر علامه ساعه لكن وفي اسرائيليات وفي في اسرائيليات بس هل ترى نحن في اخر الزمان؟ خلاص خلاص تطورنا ايش عاد تبون؟ ما عاد الا الموت الحمد لله والله يا اخي تمام الحقك يا شيخ يا اخي خلاص خلاص وصلنا مرحله ما عاد ينقصنا الا ساعه الزمن ذيك اللي في الكراتين والله صحيح بين قني في الرياض بين قني في الاردن الزمن والله صحيح حبيبي بعد الناس في تطور وتطور يا حبيبي انت تطورت في ناس لسه ما تطورت في ناس بدل ما تتطور تراجعت احنا عندنا بدينا نتطور نتوقع بالله يا علي انتوا جابر ابو حسن ناس الغساله غساله ثياب بالله سؤال لكم جد اي والله وش خير من ضمنهم انت السؤال هل هذا بدا يتقدم ام يتاخر؟ هذا هذا يتقدم بالسنين هذا السنه لا يتقدم ولا يتاخر ثابت شلون يتقدم ولا يتاخر؟ والله يا بش خير شهادتك تاج على الراس بل بل بالتفكير على طاري يتقدم ويتاخر تاخر بس يحاول يتقدم ابو حصه هذا شوف الامر يتقدم بس كل شيء عنده يتاخر هذا حتى الشكل يتاخر بدل ما ايش علم ايش علم الحين ذا اسمع قال يوم دخلت المستشفى امس والله قال اسمع الاسم فيا ولد نبطي من المستشفيات قلت اسمي فاطمه قالت ايش قلت عبد السلام الشرعي قالت سؤال غبي يعني رجال ما تقول شو اسمه المهم قالت استشر رجال
قالت عندك سكر قالت عندك سكر قلت لا وشكل ما بيجيب سكر الا للقريه قالت طيب ضغط ما ادري قالت تشرب حليب نياك قلت والله عندنا ناقه يحلبها 26 متسابق و14 عامل وتحلب 16 مره في اليوم الله يستر الله يستر الله يستر ما في معلوم والله تسال انا سالتك قاعد تشرب حليب بوش والله لازم اسمع من صوت ابو نظيم كيف حالك انت كلم الله ييسر امرك كلام الله يسر امرك يا محمد عظيمنا ربي انت يسر امرك يا محمد قبو يا محمد عظيم انت تسوي خبز شوف 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 اغنيه هاي سوي خبز سوي شاهي سوي كل شيء انت سوي لها يا يلا غني زي يلا لا لا سوي دانس ناس مشان باكستان هاي معلوم يلا 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 ما شاء الله تبارك الله اقول لك والله انت قلني امسك صبه بسم الله ما شاء الله والله دافي صلبه جوا اعطوني شنو اصبك والله يعطيك الخلق بس ادري شو اعطوني صقري شا لا صقري شايف هذاك اللي يطبق في ذاك القدام راعي ذا اللي كذا الله يسر الله يسر الله يسر احاول اتذكر الهوا صدقها السالفه هذه تقولها من يوم وصلت ما مليت لا 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 ما شاء الله الرجال طويل وبيصقع راسي في القاع اقول لك غلط انا مثل الحلافي قال لا حسبي ضرب والله انا احسبي ضرب والله العظيم حسيت ضرب قدم اليه بقوه لا انا تريد مقلب صح تمام بحر شو سايبه ابغى مقلب صح يبغى سايبه ما ادري